اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا مستر مارسيل كولر والحاله اللي كان بيبدا بيها التركيز في اجواء الماتش اللي جاي، لكنه ادار مباراه طلائع الجيش بهدوء وحنكه وحسبه للبيراميدز. وزي ما المهندس عادل قال، الناس اللي ممكن يطلعهم من قائمه المباراه بتاعه الجمعه حاطط في اعتباره دول محتاجهم لماتش الاثنين، فواضح ان هو بيفكر لبعد بكره قبل ما بيفكر في بكره. بس بعد المباراه نشوف راي الدكتور طه اسماعيل، ايه اللي اختلف عند مارسيل كولر في ادارته لهذه المباراه عن ذي قبل؟ اداء مغاير تماما للنادي الاهلي في الشوط الثاني، اسباب هذا التغير الايجابي؟ اول اسباب لي اول مره يعني مارسيل كولر يغير في هذا التوقيت. ثلاث تغييرات في بدايه الشوط الثاني طبعا يعني غيروا مجرى اللعب تماما. شفنا الهدف الاول من التسديده اللي عملها امام عاشور، ارتدت لسوليه سجل منها. سوليه طبعا مشهور بتسديداته على المرمى. ودي طبعا عمليه مهمه جدا، لان مهما تعمل من نقل واستحواذ وتدير الكره من جهه لجهه، انما لازم يكون عندك هذا السلاح، سلاح التسجيل. فهو في هذه الميزه، ولذلك لما بينزل الحقيقه برضه شفتها السوليه يعني بيضرب مثل مهم جدا للعيبه كتير، انه بالرغم ان هو قائد الفريق، لعيب كبير، لعيب ليه قيمته ووزنه واسمه، قاعد احتياطي بس مركز، ودايما لما بينزل بيصنع الفارق. هي ما هي دي ميزه اللعيبه الكبيره. ونزل عمر كمال كان متسبب في الهدف الثاني لوسام ابو علي. وعمل التمريره لوسام ابو علي اللي حافظ على الكوره. أيوه. وحجز عليها وسجل الهدف الثاني. وعمر كمال هجومي بشكل كويس، كان النادي الاهلي محتاج الهجوم مش محتاج ان هو يدافع. صحيح. لان هو كان 0-0 وعايز يكسب. فبرضه تغيير موفق جدا، وقدر بعد كده ان هو يعمل الاسيست اللي هو سجل منه ابو علي. وسام ابو علي. حسين الشحات اساسا، حسين بيعمل ديناميكيه للاداء. سواء بيشتغل في الجنب الشمال ويكسر للداخل ويعمل تمريرات ويعمل سويرف ويقدر يسدد على المرمى، او في نص الملعب ويقدر ينقل. فمن اللعيبه المرنه اللي بتدي ديناميكيه في نص الملعب وجماعيه لعب بشكل كويس. فتغيير موفق جدا الثلاثه اللي اتغيروا، ولذلك الجولين جهم في مسافه ال 10 دقائق، يعني الدقيقه 50 والدقيقه 54 بالظبط، اربع دقائق قلبت المباراه. صحيح. تركيز مستر الكابتن طه شايف انه تغييرات جديده في توقيتها، في توقيت هو ده اللي بقوله لك بقى. انت احيانا بتبدا ويقول لك فين فلان وفلان وفلان، ما هي دي التغييرات هتخش تقلب لك الماتش. فهو عملها بين الشوطين لانه ما كانش عنده طرف يخسر 45 دقيقه، قال لك يا جوز ما الحقش. وتحس ان هو كان خطته كده ان انا العب بشكل معين الشوط الاولاني والشوط الثاني انزل قوة اللي تخلص. وكانوا عنده حسن الظن كله، واستطاعوا فعلا يغيروا شكل اداء الاهلي وفعاليته. انت حرصت هدف، سيبك انه اتلغى، بس من اجمل الاهداف. يعني برضو لعب ومهاره ما نتسرعش. انا بقول لي بقى لاصحابك اللي يقعدوا يكتبوا لنا اثناء المباراه، بكلمهم في التليفون مش هقول اساميهم، بقول لهم بتروشوني، تقعدوا تشتكوا ايه ده، في ايه ده، اضطر اخش اشوف وانا مش عايز اشوف اثناء الماتش. ابص الاقي الواقع بيقول حاجه تانية. طب ما تسيب التليفون من ايدك. ما انا ساعات بنسى ان الماتش بيتلعب والله، فببقى عايز اضيع. ما انا لا فاتح تلفزيون، طب هفتح التليفون اتسلى، الاقيني اتصدمت بتعليق بس مباشر، ابتدي اخاف بس مباشر، اشوف اساس التعليق ايه، فبيعذبوني. طيب